صبح العقوري. شو ما خبركم أنا كتير منيح هون. انتو كيفكم؟ مبسوطين هون نحن. مبسوط. كله خضر. وين ما بتطلعوا خضر، إذا بتجوا لهون كله أخضر. اللذة هون إنه ما في ولا طلع، يعني كله سحبات. شو بدنا نخبركم بعد؟ مشتاقين لأم صبحي وأبو صبحي. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. ما في مثل لبنان ولا. لبنان قطعة سما. حاطط العلم اللبناني فوق راسي وفوق الباب. كثير حنون كثير، يعني نعمل كل شيء، مهم انه يكون الاولاد مبسوطين ومش ناقصنا شيء. انتوا بدك حنينة؟ ايه يلا يلا غنينا. انا شو بدي اغنيلك؟ يلا تنام يلا تنام لا تذبح لا طير الحمام، روح يا حمام ما تصدقي عم بكسف عالجوز تنام. هيلينا وهيلينا لستك لك نقعيرينا تنغسل تياب الجو وننشرهم على ياسمينة. يا فارة ليش عم تبكي؟ هي بنوتي عم تربحنا؟ تصرفك يا بابي ما تربح البابي ما بيسوى. هاودي احلى اولاد لك اهلا بالمغاوير. لا صاروا كلهم بالبيت مغاوير اسم الله عليهم. يا بابي هاودي اولاد يا بيي. يعطيك العافية عافيك كل سنة. سنة حلوة يا صبحي، سنة حلوة يا جنبي. كيفك شيخ صبحي؟ صحة إن شاء الله بترجع لنا بالسلامة على طول.
سيدنا شو بتحب تخبرنا هيك بآخر المراحل إن شاء الله هون؟ nothing special خلينا. كيف كانت هالمعركة كلها بالإجمال؟ إن شاء الله عادية. هذا المخيم القديم. هذه مرتي عم بقول لي. ألو. الله يحمي لها الرائد. الله يحمي لها الرائد. ذاك ذاك ذاك. وقف ذاك على الكاميرا لو. هيدي من الشهادة المشرفة، ولما نقول شهادة مشرفة بشخصية صبحي العقوري، بشخصيته بعنفوانه، اشتغل كتير بالفتلة نظري انه صبحي شخص طلع من عائلة مبين عليها، بتحس العائلة عندها الروح وعندها النفس وعندها هالكبرياء وهالعظمة وهالمحبة للوطن وعندهم هالصلابة. مهذب تهذيب واخلاق وافضل رجال. حمى عسكريته ورفقاته وعسكريته بحياته، ما بدي اقول لها الكلمه وتفسيرها واضح، يعني كيف يعني الانسان بيحمي، مثل واحد بيبقى حاض الناس وخايف عليهم حتى ما يسروا شيء لهو صار. وانا بحكيها بكل صراحه، نحن في شو هذا كلنا احبه، وهيك هو كان شهيد مميز 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 مميز، يعني رجل فوق الرجال في السماء. اخر واحد كنت فكر فيه انه بيسروا شيء بالمعنى صبحي ما كان يوحي اراده. انتبه، يعني بقى خايف على غيره، هو ما كان خايف عليه، هو طلع فيه هيك خلص، ما يعني ما في داعي لانه تعرفه بيفهم بيقدر، اوكي بيتحاش بخاطر، بس واعي دائما واعي. قائد ميداني نمبر 1. بالنهاية مثل ما قلت لك صبحي العقوري بالبيت كان علامة فارقة، كان بطل ما ممكن حدا ينساه، كلنا بالفوج ما بننساه. فعلا قلب كبير، وهيك حرب بدها هيك قلوب، ولا تقدر تربحها بدك أبطال، والأبطال هيدي. مرة كنا عنده طلع بيجيب قال لي بدك شيء بسيط. آخر مرة. لا تخاف سالم غفيان مش بردان، نايم عتلي بتضل تصلي وناطر زهر الليل.